هيلين؟ نعم يا أبي؟ هناك حذاء في الثلاجة. إنه لتيدي. ها، حسنا. هيلين؟ نعم يا أبي؟ لماذا حذاء تيدي في الثلاجة؟ قرأ خبرا يقول إنه إذا حافظت على برودة قدميك ورقبتك في الطقس الحار فسيبقى جسمك كله باردا. يتعلم الإنسان كل يوم، ولكن هيلين؟ نعم. لماذا وضعه في ثلاجتنا؟ لماذا لا يضع حذاءه في ثلاجته؟ لم يعد والده يسمح له بأن يفعل ذلك. حسناً. سأذهب إلى المتجر مع مارثا. حسناً، لا تتأخرا. هيلين. نعم يا أبي. لماذا لم يعد والده يسمح له بوضع الحذاء في الثلاجة؟ يصبح للمثلجات رائحة كرائحة الأقدام.